نشرة الظهيرة من التلفزيون المصري، مرحبا بحضراتكم ومرحبا بك أهلا. أهلا بك محمد وأهلا بكم مشاهدينا، وإلى تفاصيل الأخبار. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاستمرار في تعزيز نهج الدولة لحوكمة وحسن إدارة ما تملكه من أصول كمبدأ ثابت يحقق الاستغلال الأمثل لمواردها اقتصاديا وتنمويا وعمرانيا. جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي مع مستشاري رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني والشؤون المالية، تناول متابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات القومية المتعلقة بتطوير الأراضي على مستوى الجمهورية وشبكة المحاور والطرق الجديدة. هذا واطلع الرئيس السيسي على أهم محددات ومحاور مخططات التطوير التنموي واستغلال أراضي الدولة بالمحافظات والموقف الإنشائي والهندسي لشبكة الطرق والمحاور الجديدة على امتداد الجمهورية وربطها بالمجتمعات العمرانية المحيطة. وخلال اجتماع مع وزير الاتصالات وعدد من المسؤولين المعنيين، وجه الرئيس السيسي بالاستغلال الأمثل لتطبيقات القمر الصناعي المصري طيبة واحد لصالح قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خاصة ما يتعلق بشبكات التراسل الحكومية الجاري تنفيذها لربط الجهاز الإداري للدولة بالكامل وتمهيدا للانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة. استعرض رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي الحصاد السنوي لجهود منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة عن عام 2020، وأكد مدبولي أن هناك توجيهات من القيادة السياسية بضرورة تيسير سبل تلقي ورصد شكاوى المواطنين وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها، مشيرا إلى أن آلية عمل منظومة الشكاوى الحكومية خلقت ترابطا بين الحكومة والمواطن. وشدد مدبولي على ضرورة أن يكون العمل بها على أعلى مستوى من حيث سرعة الاستجابة وحل مشكلات المواطنين. من جانبه قال مدير منظومة الشكاوى طارق الرفاعي إنه تم التعامل مع أكثر من 1.5 مليون شكوى العام الماضي، وحسم 87% من الشكاوى ومتابعة المتبقي منها. أهلا بكم مجددا. تواصل المراكز الطبية بمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية عملها وفقا لمبادرة الرئيس 100 مليون صحة لحالات العزل المنزلي للمصابين بفيروس كورونا، والتي بدأت في 6 يناير الحالي. يبلغ عدد مراكز طب الأسرة المشاركة في المبادرة 5400 وحدة. ولمزيد من المتابعة ينضم إلينا مراسل أخبار مصر محمد حلمي. محمد، بعد التحية ضعنا في تفاصيل المشهد لديك. بالفعل أنا أحدثك الآن من مركز حضري طب أسرة الدراسة، واحد من 5400 مركز طب أسرة بمحافظات مصر كافة تقوم مشاركة في هذه المبادرة التي بدأت بالفعل في 6 يناير الحالي بمحافظة القاهرة والقليوبية ومحافظة الجيزة، وتباعا سوف تشارك المحافظات الأخرى في هذه المبادرة التي تعد واحدة من الإجراءات الاحترازية والخطوات المهمة التي تتخذها الدولة المصرية بشكل واقعي من خلال وجود أكثر من 20,000 فريق طبي وكذلك 800 قافلة طبية إضافة إلى هذه المراكز الطبية تجوب كافة المناطق التي بها حالات مصابة بفيروس كورونا من العزل المنزلي، وذلك من خلال فرق الترصد الوقائي بيتم إمداد هذه الحالات بجهاز قياس تشبع الأكسجين في الدم وكذلك حقيبة الأدوية، كل ذلك يتم بالمجان. معي الدكتورة هدى صالحين مدير الإدارة الطبية بوسط القاهرة. دكتورة هدى، كلمني عن هذه المبادرة وما يتم من اتخاذه من إجراءات لتوفير هذه الخدمة لمصابي فيروس كورونا من حالات العزل المنزلي. ايوه، دي مبادره تحت مبادره 100 مليون صحه تحت قياده رئيس الجمهوريه. دي مبادره عاملاها وزاره الصحه بالمجال لمتابعه حالات العزل المنزلي بالمنازل للحد من انتشار فيروس كورونا. دي عباره عن ان احنا بنعمل فريق ترصد بالمنطقه، الفريق مكون من 6 افراد لمتابعه الحالات تليفونيا و4 افراد لتوزيع جهاز البلس اكزوميتر للحالات الايجابي المعزولين في البيوت اللي هم الامراض المزمنه الضغط والسكر والامراض المريض فوق 60 سنه والحوامل. الفريق بيروح لهم لحد البيت بيعلمهم ازاي بالجهاز، طبعا بيعلمهم ازاي يقيسوا نسبه الاكسجين في الدم، بيشرح لهم ازاي يقيسوا نسبه الاكسجين في الدم، وبعد كده بياخد منهم القرايه 4 مرات في اليوم، وبعد بناء على القرايه اللي بناخدهم منهم في اليوم بنحدد حاله المريض. لو كانت اقل من 90 بنطمنه وبنقول
له خد العلاج في البيت وبنتابع معاه بالتليفون برضه لاطمئنان على حالته واخذ العلاج بانتظام. اذا كان لو كان اكتر من 90، اذا كان اقل من 90 بنحوله لاقرب مستشفى ليه حسب بروتوكول وزاره الصحه. بيروح المستشفى بيقيموا الحاله، هل الحاله بتستدعي الحجز في المستشفى، بيتحجز في المستشفى وبياخد العلاج المناسب. كل ده بنوفره له بالمجان لحد البيت، والهدف من ده كله هو الحد من انتشار فيروس كورونا. كيفية وصول صيازي السيارات للحالات يا دكتور؟ اي الوزارة موفرة لنا سيارات، السيارة بيخرج فيها الفريق، الفريق بيوصل لحد المكان المريض المعزول في البيت، بيطلع له بيسلمه الجهاز في البيت وبيشرح له ازاي يقيس نسبة الأكسجين في الدم. دعني أؤكد لك أن هناك خط ساخن 105 وكذلك الموقع الإلكتروني التابع لوزارة الصحة يتم من خلاله التواصل مع فرق الترصد الوقائي للوصول إلى هذه الحالات، حالات العزل المنزلي وسط إجراءات احترازية غير عادية. شكرا لك الزميل محمد حلمي مراسل أخبار مصر. هذا وقد أعلنت وزارة الصحة أمس تسجيل 989 حالة إصابة جديدة لفيروس كورونا و57 حالة وفاة. وأشارت الوزارة إلى خروج 765 متعافى من الفيروس من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 118294 حالة. رحل عن عالمنا الفنان هادي الجيار الذي توفي صباح اليوم عن عمر نهز 71 عاما إثر إصابته بفيروس كورونا، تاركا إرثا فنيا كبيرا في الدراما والمسرح والسينما. ولد هادي الجيار في 15 من أكتوبر عام 1949 وحصل على بكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية، وبدأ مشواره الفني بمسرحيات مدرسة المشاغبين، ثم قدم بعدها العديد من الأعمال التلفزيونية منها عوالم خفيفة فوق السحاب، كفر الذهب، الزئبق، الأسطورة، وحق ميت، عد تنازلي، سلسلة الدم، وغيرها من الأعمال الفنية.